35 سنة شيكابالا، الكنز في الرحلة. لف الراعي الأسباني سانتياغو في عالم الكاتب البرازيلي باولو كويلو علشان يدور على كنز مدفون تحت أهرامات مصر، واكتشف في النهاية إن الكنز كان هناك في بلده وتحت رجله. وفي عالم تاني بدأت قصته قبل عامين من رحلة سانتياغو، كان وادي النيل في أقصى الجنوب بيتولد طفل شايل الخير لأهل الشمال. ما كانش قوي أو عنده عضلات، بس في النهاية بقى فارس الملايين بتردد اسمه، محمود عبد الرازق شيكابالا. هو اسم الطفل اللي جه من أسوان وبقى الفارس اللي حكم الجانب الأبيض في القاهرة، وكأنه بطل الروايات اللي تمنته الجماهير البيضاء. سنة 2001 كانت بلاده بتتعرض لحملة سنغالية عنيفة بتهدد ظهورها في مونديال كوريا واليابان. بطلها الحاج ديوف، واحد من أمهر نجوم أفريقيا أصحاب البشرة اللي تميز بيها بطل قصتنا اللي جاي من مركز إدفا. صغر سنه ما خلاهوش ينضم لكتيبة الجنرال الجوهري، بس ده ما منعوش إن يظهر في الفترة نفسها مع الزمالك علشان يظهر تأثر شيكابالا بنجم أفريقيا الحاج ديوف، فظهر بنفس قصة شعره المحلوق باستثناء صبغة صفرة فوق راسه. وشوف العجب، اتشابهت مهارات ناشئ الزمالك مع نجم السنغال وأسطورتها، وبدأت الجماهير تستنى سطوع الحاج ديوف المصري. موهبة استثنائية مش ناقصها إلا شوية شغل علشان يحجز مكانه بين الأساطير. ورغم مشاركاته القليلة في جيل الزمالك الذهبي، كان لشيكابالا نصيب من أفراح التتويج بألقاب دوري الأبطال 2002 ودوري 2003 و2004. الطموح الموروث عند الأجداد اللي حكموا نص الدنيا خلى ابن الوادي يدور على أحلامه في اليونان، وبقى شيكابالا زي حملة وصلت بلاد الإغريق. ورغم تسجيله 5 تجوال بس في 23 ماتش، إلى أن مهاراته خلت الكل هناك يعرف الشاب المختلف عن زمايله، شاب جه من مصر لأوروبا بالتأشيرة اليونانية. بس انتهى الحلم بسرعة ورجع شيكابالا للقاهرة سنة 2006، واستمر مع الزمالك لغاية 2013 في محاولات مستمرة لاستعادة ألقاب وأمجاد الدوري ودوري الأبطال، بس المحاولات ما نجحتش. وقتها قرر شيكابالا يرجع لمطاردة أحلامه القديمة، العودة لأوروبا. رحلة شيكابالا المرة دي وصلت لسبورتنج لشبونة البرتغالي، بس ما كانتش ناجحة، ملعبش إلا ماتش واحد بس علشان يرجع مرة تانية للزمالك، ومنه اعارات للاسماعيلي وللرائد السعودي وابولون اليوناني. وفي النهايه اكتشف شيكابالا نفس اللي اكتشفه الراعي الاسباني سانتياغو، الكنز كان تحت رجله هنا قرب اهرامات الجيزه في مقر نادي الزمالك. الملايين بتعتبره نجم ملوش مثيل، ومستنيين بشغف لمحه من مهاراته تساهم في فوز او لقب للفارس الابيض. وفي رحلته لاوروبا واسيا قبل رجوعه لافريقيا، لقى شيكابالا كنز تاني، كسب خبرة الكبار وعرف العمل الجاد اللي لو اكتسبه في بداية رحلته كان هيبقى واحد من أهم نجوم العالم زي أخوه محمد صلاح. وفي عام 35 نصب شيكابالا نفسه على عرش القلعة البيضاء، قائد في الملعب لجيل جديد بيحاول ويقاتل بكل طاقته، متسلح بكنزين هما اللي بقوله في رحلة واجهت عواصف وأعصير قبل ما ترسى سفينته وتعرف طريقها وتبقى تحت السيطرة. وبيمني فارس الشمال اللي جاي من أقصى الجنوب نفسه بنهاية سعيدة لقصته، نهاية يفوز فيها بواحد من الألقاب الكبيرة زي دوري الأبطال أو الدوري، هدية من ملك ملوك متعقبة لشعبه قبل الرحيل والخضوع لحكم الزمن، وإنهاء حالة الخطر على منافس الزمالك مع كل زياراته.